السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية كود بورتال. هنكمل مع بعض دروس السيكوال، وفي الدرس ده هنكمل سلسلة السترينج فانكشن. هناخد تو فانكشنز اللي هي اللور والأبر. طيب تعالوا ناخد مثال كده، مثلا وليكن قلت له سيلكت أي اسم، مثلا لو أحمد مثلا، بس هقول له أبر أحمد، هكتبها سمول. لو قلت له أبر بالمنظر دوت، نيجي نرن كده هيطلعها لي كابيتال اهي خلاص. او ان انا اجي خدها كوبي ونكتبها له كابيتال ونقول له lower اهي. التانية طلعت رغم ان انا كاتبها كابيتال طلعت لي سمول، ودي رغم ان انا كاتبها سمول طلعت لي كابيتال. خلاص كده يا شباب، يبقى اللور والابر ان انا بحول السنسيتيف بتاعتي الحروف بتاعتي من كابيتال لسمول او من سمول لكابيتال. ونكمل مع بعض في الدروس القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.